شكرا معلقنا كابتن اسامه ابو زينه، الف مليون مبروك. النادي الاهلي بطل دوري كره الطائره رجال في مباراتين لم يتلقى اي يعني شوط، 3-0 3-0، الف مليون مبروك. خليني اقول لحضراتكم حاجه، انه ده اللقب ال 34، وكمان الفريق ده الحقيقه يعني لم يوفق السنه اللي فاتت، لم يوفق السنه اللي قبليها، حتى وهو لم يوفق كان بيبقى الاخر الامطار موجود في المنافسه بشكل كبير. يمكن الفريق يعني تلقى الدعم الكبير من مجلس الاداره، تلقى دعم من النشاط الرياضي، تلقى الدعم من جماهير والمسانده من جماهير النادي الاهلي، والنهارده زي ما حضراتكم شايفين بعد هذا الدعم الكبير رجال الماسترز كالعاده ابطال الدوري في اللقب 34 في تاريخهم. الف مليون مبروك جمهور النادي الاهلي، الف مليون مبروك مجلس اداره النشاط الرياضي، الف مليون مبروك الجهاز الفني واللاعبين. كابتن رضا الف مليون مبروك، كابتن محمد الف مليون مبروك. الف يعني مبروك طبعا يعني. طبعا الف مبروك للنادي الاهلي، المجلس الاداره طبعا، والنشاط الرياضي واللعيبه والجهاز الطبي والاداري والفني والجمهور كله. صراحه مباراه جميله، يعني مباراه تليق باسم النادي الاهلي. احنا قلنا يعني انا بيني وبينك قبل الهواء قلت لك احنا في نظام، النظام ده بتاع الفرقه هو اللي يخليك توصل للمكسب ده. كان في تهاون شويه وفي يعني بعض الجيمات، وبالذات في الشوط الثاني. الشوط الثاني انت كنا فارقين 16 8، يعني فرق 8 بونت، لكن 24 22 بس تمسك اللاعبين والاصرار على الفوز والروح الحلوه اللي هي والتبديلات اللي احنا قلنا عليها يا كابتن هيثم برضو اللي هي ايه. انا النهارده حاسس الفرقه كلها نجوم. انا يعني بالظبط يعني عصران وعزب يمكن وصلاح يعني وعبد الله وحسام يعني في لعيبه، بس ما اقدرش النهارده اقول في حد وحش بصراحه. لا 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 يعني مش لاقي حد وحش بصراحه صراحه يعني. كل ما هو ده حضرتك اللي احنا قلناه في الاول، البديل بينزل، ما انت ما بتحسش ان في فرق بينه وما بين اللي في الملعب. نعم. نفس اللي حصل لعبد الله، نزل غير الاسلوب اللعب كله، دخل ادى الكرات السريعه كتير في قلب الملعب. درع الدوري يا كابتن، وحشنا سنتين بس رجع في مكانه الطبيعي، ورجع في 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 مكانه المفضل. كابتن محمد يعني اكيد عندك ما تقوله والكثير عن المباراه. طبعا كابتن خالد العوضي بيهني الجهاز الفني واللاعبين، فرحه كبيره جدا في صاله الدكتور حسن مصطفى. كابتن محمد اسمع تعليق حضرتك على هذا الفوز العظيم. الف مبروك طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي والنشاط الرياضي، والف مبروك للاعبين، والف مبروك للجهاز الفني. ما شاء الله اللعيبه النهارده كلهم كانوا نجوم. شفنا ازاي قتال الحسيني وجارسيا ما كانوش عايزين يخلوا الكره تقع على الارض. صحيح. شفنا صلاح ما شاء الله وتالقه في البلوكات، وشفنا الارسالات ازاي كانت قويه جدا يا كابتن هيثم، وده اللي احنا قلنا عليه في البدايه ان الارسال هو مفتاح اللعب بتاعنا. الحمد لله الشوط الاول احنا يعني قدرناه يعني بكفاءه جدا. الشوط الثاني هو حصل شويه من التراخي لان احنا كان عندنا 12 6 دبل سكور تقريبا، بعد كده بداوا هم يركبوا الجيم، بس الحمد لله رجعنا وقدرنا مسكنا مقاليد الامور تاني. عبد الله لما نزل بدا يلعب السريع، سرع الملعب، معاه عبد الحليم عبو ومعاه حماده عثمان ما شاء الله، الاثنين كانوا بيشوطوا النهارده اوفرات يعني من فوق اللعيبه ما شاء الله. عندنا حسام يوسف برده تالق بصراحه في الشوط الاول والشوط الثاني، واخد بال حضرتك؟ فبصراحه النهارده الكل كان نجوم. عصران نزل يكمل دوره مكان الحسيني اللي كان يعني فوق العاده، نجم فوق العاده بصراحه. عصام النهارده جاب اكتر يعني نقاط من الضرب وهو كان مخلص بيه الشوط الثاني، فما شاء الله يعني. الغريبه يا كابتن او الملاحظه اللي انا يعني عبوا لعب، وكان كمان محسن اغلب فترات اللقاء بس ما فنش بيهم، يعني انا في الاخر شفت تقريبا حماد عثمان اللي كان في الملعب. يعني النهارده ده برضو ثقه كبيره وفكر جديد الحقيقه لمستر مونزو. النهارده نلاقي الاثنين سنتر بلوك اللي معاك طول المباراه اللي فايقين ما فنشتش بيهم في الوقت الكريتيكال اللي انت عايز يعني تفنش بيه. ده تدل عليه يا كابتن محمد؟ دي هنا ثقه من المدرب في اللعيبه بتاعته، ثقه في التمرينات والتدريبات اللي هو دربهم. هو هينزل اي حد في اي وقت، هياخد منه اللي هو عايزه في قلب الجيم. عشان كده احنا شفنا النهارده حماده عثمان النهارده نزل يكمل عادي جدا كانه بيلعب من بدايه الماتش. عبد الله عبد السلام النهارده نزل ما شاء الله عليه، ارسالات قويه جدا، الاعداد بتاعه كان فوق ممتاز. مهندس ياسر قمر رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري لكره الطائره طبعا بيسلم للحكام والمنظمين الكؤوس والدروع، طبعا واقف على يمينه كابتن جماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وطبعا كابتن عمرو مخلوف وكابتن حسن عابد وكابتن مصطفى هدهود رئيس او يعني مدير صاله الدكتور حسن مصطفى، كابتن عايده اسماعيل برضو، كابتن عايده اسماعيل وكابتن شوكت، كابتن شوكت والدكتور يوسف حسن. طيب الدكتور وائل انديب. طب ايه رايك يا كابتن؟ خلينا نروح لكابتننا اسامه ابو زينه عشان يعني
يعلق على هذا التتويج. ألف مليون مبروك يا كابتن أسامة، إليك الكلمة. مليون مبروك كابتن هيثم السعيد، مليون مبروك لضيوفه الكابتن رضا الغزالي والكابتن محمد كتات وكل محبي الكرة الطائرة في النادي الأهلي ومصر. وجديد لبعض اللعيبة استطاعوا أن يتوجوا ببطولة الدوري لأول مرة داخل الملعب. أحمد عزب من اللعيبة اللي أول مرة تتوج، عصران لعيبة، محمد عثمان، حمادة عثمان لعيبة ابتدت تحفر أساميها داخل جدران النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي ومنتخب مصر إن شاء الله بقوة بإذن الله، ويبقوا نواة جيدة لمنتخبنا المصري إن شاء الله الفترة القادمة. عندنا مراسم تتويج بطولة الدوري العام المصري 2023-2024 قدامنا نادي الزمالك، قدامنا الدكتور أحمد سعودي طبيب الفريق، وقبليه طبعا سيدني محمد علي ماركو، عندنا محمد عبد المنعم، قدامنا الجهاز الفني لنادي الزمالك وحصوله على المركز الثاني محلل تقني هاني سمير، وقدامنا أيضا شؤون لاعبين سعيد أبو العيلة وحاتم أنديل مدلك الفريق، وأحمد سالم مخطط أحمال، حسن الحسنين إداري الفريق، أحمد شعلان مدير إداري، والفريق قدامنا من نادي الزمالك أحمد فتحي، ياسين محمد، مروان الصافي، عبد الرحمن الشحات، السربي ميلان كاتيتش، وطبعا رضا الهو، ووجود مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة الدكتور وائل أنديل، الكابتن عمرو مخلوف، وأيضا النادي الأهلي الكابتن عايدة إسماعيل، كابتن ياسر قمر، وأيضا النادي الأهلي كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي الكابتن عبد الله عبد السلام استطاع أن يحصد نتاج السنين اليوم في مباراة كانت مهمة جدا قدامكم، وقدر أن هو يحقق الفوز. الكابتن عبد الحليم فهيم عبه قدامنا برضو بخبرته الكبيرة داخل الصفوف، الكابتن حسام يوسف صانع ألعاب مصر والنادي الأهلي اللي عمل مباراة أكتر من رائعة، الكابتن أحمد عزب أهو جيل طالع جديد وجيل كبير موجود بيسلم الجيل الصاعد، مروان الصافي أيضا من اللعيبة صغار السن، يوسف الصافي، عبد الرحمن سعودي أيضا لاعب مميز جدا، أحمد صلاح بكل الحب، أحمد صلاح، محمد محسن، حمادة عثمان، هو ده الجيل اللي بتكلم عليه اللي قدر يحصد بطولة غالية عليه هتبقى مهمة بعد كده، سعيد ممدوح معد ثالث الفريق، وطبعا سيف حسن عابد قدامنا اهو بالحب، عبد الرحمن الحسيني المميز لاعب مهم جدا في النادي الأهلي ومنتخب مصر، ايضا عبد الله سرور، واللاعب شريف محمد لاعب صغير السن بيلعب تحت 17 سنة وبيدعم في الفريق الأول عشان ياخد خبرات من اللعيبة الكبار، عندنا يوندر جارسيا الليبرو، وأيضا محمد عصران المتميز، المدير الفني الأسباني فرناندو مونزو، المدير الفني محمد السيد كان لاعبا ومدرب عام على مستوى جيد جدا، شريف صلاح أخصائي اللياقة قدامنا، وأيضا صورة الدرع الجميل اللي كله بيحتفل بيه، عبد لطيف عثمان
محمد الحسيني مدرب الفريق، احمد اسامه اداري الفريق، شادي فهيم محلل تقني، احمد اسامه قدامنا، واسامه ابراهيم اخصائي التاهيل، و محمد واحمد رشاد، وقدامنا الحسيني اهو، وعبد اللطيف عثمان، ومجهود واضح. اول مره طبعا جهاز يبقى جديد وبياخدوا خبره اول بطوله ليهم كاداريين ومدربين، وده شيء يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي بعد عامين من غياب درع الدوري العام للكره الطائره. استطاع لعيبه النادي الاهلي الاستمرار في النضج الفني. قدامنا الخبره كلها احمد صلاح وعبد الله واللعيبه الصغيرين. النادي الاهلي مطلع 7 لـ8 لعيبه صغار السن موجودين داخل صفوف النادي الاهلي في فرحه عارمه. سعيد ممدوح معد ثالث بيدي عبد الله عبد السلام الدرع ليه عشان يبقى هو النواه بعد كده ان شاء الله. لعيبه صغار السن بياخدوا خبره من لعيبه مخضرمه في بطولات داخل جدران النادي الاهلي. لازم يبقى فيه الاستلام والتسلم، لازم يبقى فيه سياسه التقدم، ويفضل فريق الكره الطايره بيتوج بعد غياب عامين بطلا للدوري للمره الـ34 في تاريخه. فرحه وصوره جميله بتجمع مجلس الاداره الاتحاد المصري باعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بمدير النشاط الرياضي بكل محبي الكره الطائره في مصر تتويجا وبطلا للدوري العام. مجهود عام كامل بيتوج الان في اخره بتعب وعرق وجد من اللعيبه للفوز. قدامنا صلاح طبعا لاعب عمل مجهود غير طبيعي سواء في المباراه الاولى او المباراه الثانيه، بجد ومجهود وتعب. وقدامنا عبد الله ومن حقه ان هو بعد التعب والمجهود ده بيتوج بطلا في اصعب بطوله. الصعوبه مش جايه غير في التغيير اللي موجود، التغيير ده هو سبب النجاح. دايما كما عودنا النادي الاهلي بيعمل تغيير الهدف منه النجاح، واستلام وتسلم من الكبير الى الصغير بحب شديد. وقدامنا حسام وعبد الله عبد السلام. وبكده مستمعينا الميكروفون مع الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكابتن رضا الغزالي والكابتن محمد كتات، والف مبروك للنادي الاهلي البطوله. شكرا، كان محدثكم أسامة أبو زينة، شكرا وإلى اللقاء. في مليون مبروك. الحقيقة الفوز يعني حاجة جميلة جدا، وكمان هذا الفريق تحمل من الضغوط يعني السنتين اللي فاتوا هو ده النادي الأهلي. بس أنا الحقيقة عايز أشير لحاجة، إن النادي الأهلي لما بيلاقي مشكلة في فرع من الفروع، لما بيلاقي يعني هزة في المستوى بيدعم وبيقف، وشفنا الكلام ده حصل في الـ4 أو 5 سنوات اللي فاتوا مع كل الأفرع. يعني لو تفتكروا فريق كرة السلة من 4 أو 5 سنوات وحصل موسم كبير لصفقات كبيرة، كان منها عمرو الجندي وكان منها عمر طارق وكان منها الكثير والكثير، واللي شايفين السلة النهاردة وصلت فين. نفس الكلام بالنسبة لكرة اليد، كان في دايما يعني النادي الأهلي اختار الطريق الصعب انه يبني فريق من صغار السن. والنهارده النادي الاهلي في كره اليد يعني بيحصد ثمار تخطيطه سنتين 3 4 اللي فاتوا. عندك النهارده الكره الطائره السنتين اللي فاتوا لم يوفقوا، بالرغم ان هم كانوا بينافسوا لاخر لعبه لاخر كوره، كانوا بيخسروا يمكن السنتين اللي فاتوا 3-2 في المباريات بالاشواط، وبنوصل لجيم ثالث عمرنا ما خسرنا 3-0
يعني شوطين ماتشين ورا بعض ما حصلش. النادي الاهلي لما بيخسر الدوري بيخسر كده، ومع ذلك النادي الاهلي دعم ووقف جنب الفريق بشكل كبير. مجلس ادارته كابتن محمود الخطيب اللي اكيد بنوجه له الشكر النهارده على دعمه الكبير للالعاب الاخرى، النهارده الدعم مستمر وواقف يعني مجلس اداره جنب الفرق. النهارده الكره الطائره هي بتحصد الثمار، تاني بطوله النهارده في الموسم، مفيش 3 4 ايام اسبوع بالكثير، وهنخوض بطوله افريقيا ان شاء الله على صالتنا، صاله الامير عبد الله الفيصل، سواء الرجال او السيدات. يعني الفريق ده والفريق ده كان منه 6 لعيبه بيلعبوا في اكرا في غانا بطوله الالعاب الافريقيه، وجم على طول مفيش تمرينه او 2 وكانوا بيلعبوا النهائيات مع نادي الزمالك. يعني هذا الفريق النهارده يعني بقى عنده سكواد محترم بناه النادي الاهلي بحيث انه يقدر يتحمل اي اجهاد او اي ضغط في المباريات. نتمنى لهم كل التوفيق، واكيد احنا فرحانين النهارده وبنتمنى ان شاء الله الفرحه تتكرر بكره مع فريق السيدات. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستمر في احتفالنا بالماسترز الاهلاوي ببطوله الدوري رقم 34 في تاريخه، ولكن بعد الفاصل. الحقيقه ما اسعد جماهير النادي الاهلي النهارده تاهل فريق كره القدم الى نهائي الى قبل نهائي بطوله افريقيا، وفوز الماسترز ماسترز الكره الطائره ببطوله الدوري، والعاده اللي دايما مستنيينها والحقيقه بننتظرها بعد كل فوز، وهي تهنئه الكابتن محمود الخطيب للفريق بعد كل فوز. خلينا اتلوها على حضراتكم. الخطيب يهنئ رجال الطائره ببطوله الدوري. وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي التهنئه للاعبي الفريق الاول لكره الطائره وجهازهم الفني والاداري والطبي بمناسبه الفوز ببطوله الدوري للمره ال 34. وأشاد رئيس النادي بما قدمه اللاعبون من أداء مميز للغاية خلال مشوار البطولة واستعادة اللقب من جديد، وقال إن حصول الفريق على الدوري يعكس الروح والإصرار اللذين خاض بهما اللاعبين منافسات البطولة وما هو أسهم في تحقيق الفوز وهو ما أسهم في تحقيق الفوز في جميع المباريات والتتويج باللقب عن جدارة واستحقاق. وقدم رئيس النادي التهنئة لجماهير الأهلي الوفية كلمة السر في كل الانتصارات والبطولات على مدار التاريخ، والتي تقف دائما خلف ناديها وفرقه الرياضية في كافة المناسبات. دي كانت تهنئة كابتن محمود الخطيب عقب الفوز، خلينا أقراها على حضراتكم مرة أخرى. الخطيب يهنئ رجال الطائرة ببطولة الدوري. وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة الطائرة رجال وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة الدوري للمرة 34. وأشاد رئيس النادي بما قدمه اللاعبون من أداء مميز للغاية خلال مشوار البطولة واستعادة اللقب من جديد، وقال إن حصول الفريق على الدوري يعكس الروح والإصرار اللذين خاض بهما اللاعبون منافسات البطولة وهو ما أسهم في تحقيق الفوز في جميع المباريات والتتويج باللقب عن جدارة واستحقاق. وقدم رئيس النادي التهنئة لجماهير الأهلي الوفية كلمة السر في كل الانتصارات والبطولات على مدار التاريخ، والتي تقف دائما خلف ناديها وفرقه الرياضية في كافة المناسبات. وكالعادة يعني عادة يعني دائما بننتظرها، وهي تهنئة كابتن محمود الخطيب. خلينا أقول لحضراتكم أن الفريق ده أشار كابتن محمود في التهنئة أن هذا الفريق لم يتلقى هزيمة هذا الموسم في بطولة الدوري، يعني هو فاز بطولة الدوري بدون ولا هزيمة، وأكيد ده نتيجة جهد وعرق وتعب ما جاش من فراغ. ويمكن كابتن منذ يعني عمل حالة من الإصرار، وكل بطولة بيلعب عليها إن شاء الله يفوز بيها كالعادي للماسترز. طيب خلينا نروح للقاءات بعد المباراة، دايما عودناكم بتبقى كاميرا قناة الأهلي موجودة في احتفالات اللاعبين. خلينا نروح لمراسلتنا هنا بالقاسم ولقاءات ما بعد المباراة، تفضلي هنا. You're playing against Zamalek, one of the best teams also in Egypt. So I want to know, how did you prepare for the games? Okay, first, congratulations to Zamalek. They fight very well in the two games and push us in a difficult situation during the each set. And it's not easy because also the national team was have a period in Ghana, and for both teams the players of the national team arrived late, and it's not too much time for to prepare the games. But the technically, tactically situation, I think we work it very well, is the players, and our mentality was very right, very focused and very concentrated in all the situation we have in the both games.
يعني طبعا انا كنت بساله ازاي قدر يحضر لمبارياته امام الزمالك، خصوصا طبعا ان مواجهه الزمالك بتكون صعبه، يعني هم من افضل الانديه في مصر. الحقيقه ان هو قال لي ان هم استعدوا بشكل قوي للمباريات، واكيد هنئ فريق الزمالك على حصوله على المركز الثاني، وانه كمان استعد بشكل قوي للمباريات وظهر بشكل جيد. كمان هو قال انه كان في تاثير كبير جدا لمعسكر منتخبنا الوطني ومشاركه في البطوله في غانا، لكن رجال النادي الاهلي كانوا بيلعبوا بعقليه جيده جدا وقدروا في الاخر يحسموا البطوله لصالحهم. Thank you so much coach. At the end I want you to send a message to all of الاهلي fans. You know الاهلي fan base is huge. So what do you want to tell them? First, I want to remind the job of all the technical staff during the season, because they are very important for to help me in to prepare the games as you asked before. And for the fans, okay, I hope they are very happy with this league. It's the moment for to celebrate, it's the moment for to enjoy, it's the moment for to rest, and after 2 or 3 days to focus in the African Championship in our hall, and we hope to give them another championship also in our hall and celebrate it together. Thank you so much, congratulations, and we're waiting for more, inshallah. Thank you very much. يعني طبعا انا في النهايه قلت له يوجه رساله لجماهير النادي الاهلي، لان بالطبع جماهير النادي الاهلي ليهم قاعده كبيره جدا في مصر. هو الحقيقه حب في البدايه يشكر الجهاز الفني اللي كان ليه اكيد دور كبير جدا للمساهمه في الفوز في هذه البطوله، ويوجه بقى رساله للجماهير اكيد بارك لهم وقال لهم حان وقت الاحتفال. لكن كمان هو بقى بينتظر بطوله افريقيا اللي هتقام اكيد في مصر على صاله الامير عبد الله الفيصل، وان شاء الله كمان بقى رجال النادي الاهلي يقدروا يحسموها لصالحهم. اكيد معانا مزيد من اللقاءات، ولكن الان عوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هنا بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما حضرتك تابعته دي كان كلمه مستر منذ بعد المباراه. والراجل الحقيقه ركز على المينتاليتي، هو اشتكى ان كان عنده 6 لاعبين زي ما قلت لحضراتكم كانوا في بطوله اكرا، ولما كنت قابلته انا في النادي في احد التدريبات وفي اثناء البطوله قال ان انا عندي 6 لاعبين من السينيورز موجودين او اللعيبه الكبار كمان مش الناشئين موجودين مع الفريق، وان هو هيحاول يشتغل معاهم، بس كان بيدعي ربنا وقال لي انا بدعي ربنا انهم يرجعوا لي بدون اصابات، بس انا لو مجهدين هعرف اتعامل معاهم. وهو قال كده، قال احنا اشتغلنا معاهم بشكل جيد، وقال ان احنا ركزنا على المينتاليتي بتاعتهم. خلينا نرجع تاني لارض الملعب، وهنا بالقاسم ولقاء مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي. هو اسعد واحد النهارده بالفوز ده اكيد اكيد طبعا، مدير النشاط الرياضي هو المسؤول عن كل الالعاب. اتفضل يا من جديد برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ولسه مستمرين اكيد مع لقاءات نجوم النادي الاهلي. ومعي بقى في هذه اللحظات طبعا كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. الف مبروك الفوز النهارده، اكيد كلنا كنا على اعصابنا الحقيقه، لكن رجال كره الطايره كانوا على قدر كبير من المسؤوليه كالعاده، وفرحوا اكيد كل الجماهير الاهلاويه. الحمد لله والشكر لله والفضل ونعمه عند ربنا كبيره بجد. انا يعني في اسعد لحظات حياتي، دوري مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، مجلس اداره تعب واحنا تعبنا وهم تعبوا كلنا تعبنا، المنظومه كلها اشتغلت عشان فريق الطايره او فرقه من فرقه النادي تكسب. فريق كره الطايره كان حاجه مهمه جدا، بشكرهم جدا على الاداء، بشكرهم على الروح، وبشكر المدير الفني والاستاف كامل عشان ما انساش حد فيهم، لكن بقول فعلا كانوا رجاله على قدر المسؤوليه، وهم لسه عارفين عندهم مسؤوليات ثانيه مهمه جدا. هو ده قدرنا في النادي وده قدرنا في النادي الاهلي، احنا عندنا خلصنا بطوله، وبعد ما خلصنا داخلين هم كمان 10 بطولات افريقيا وكاس، لسه ان شاء الله باذن الله احنا محتاجين منهم الكتير، محتاجين اسعاد الجمهور، الجمهور محتاج منهم الكتير، وان شاء الله باذن الله هيكملوا على هذا المستوى. بس بقول لهم افرحوا بجد رجاله في الملعب، بس ان شاء الله من بكره هنبتدي نفكر في بطوله جديده باذن الله. يعني الحقيقه شايفين تناغم كبير جدا بين الفريق، يمكن حتى المنضمين حديثا لا دخلوا بسهوله جدا في الفريق وفي روح واداء النادي الاهلي. حضرتك شايف ازاي ده، خصوصا اكيد النادي الاهلي بيكون دايما حاطط سيستم لكل المنضمين ليه؟ بص، السيستم اتحط مع مجلس الاداره ان احنا نقرر نجيب مدير فني اجنبي، كنت اتكلمت مع مجلس الاداره وهو مشكورا بخلال الكابتن محمود الخطيب، يعني وافق على ده، على فكره المدير الفني الاجنبي، بنغير سيستم اول مره فريق الطايره اعتقد بياخد مدير فني اجنبي، بنغير السيستم بتاعه، عايزين بس نغير السيستم مش اكتر من كده يعني. فجبنا مدير فني، قعدنا بحثنا سيفيهات كتيره جدا وفعلا وافقنا عليه، ادينا له فاسيلتيز كبيره جدا، كل اللي طلبه تقريبا ما تاخرناش عليه في حاجه كنادي اهلي، كل طلباته بتجاب والحمد لله الحمد لله. وده صبر تعب الناس كلها، هي منظومه، ده نادي الاهلي بيقول عليه منظومه متكامله،
كل واحد بيشتغل دوره فبيؤدي للنجاح. ده اهم حاجه عندنا، وده الحاجه الكويسه اللي دايما النادي الاهلي بيتميز بيها، ان دايما المنظومه لما كلها بتشتغل بقولك بتوصل للنجاح. ده نجاح، ده نتيجه منظومه النادي الاهلي، وبنقول لهم لسه عندكم كتير، وبقول لهم الف مليون مبروك، ويعني اتمنى لهم التوفيق في المرحله الجايه كمان. يعني لسه قدامهم، لسه بدايه كويسه ان شاء الله باذن الله. طول عمرهم ماسترز، طول عمرهم كبار، وطول عمرهم كبار اللعبه في مصر وافريقيا. بقول لهم لا بجد حقكم تفرحوا وحقكم تتبسطوا، بس لسه عندنا تارجت تاني مهم. يعني في النهايه بقى عايزين رساله لجماهير النادي الاهلي، لان طبعا اصبحوا مهتمين بشكل كبير جدا بالالعاب الاخرى وبنشوفهم بيتابعوا كل المباريات تقريبا، فايه رساله تحب تقولها لهم؟ هقول لهم كلمه واحده، لو سمحتم انتوا، انا عارف ان انتوا بتسبورتوا الفرق وبتسبورتوا اللعيبه، مش خساره ماتش لاي فرقه في النادي معناها ان احنا بنهد المعبد على دماغ لعيبتنا ولا الاستاف ولا احنا لازم نتعود. عندنا ثقافه مهمه جدا، فرقنا بتعمل اللي عليها، وبنقول لهم معلش وهارد لك، وهم جايين في السكه. اي فرقه بتخسر مش معناها ان هي وحشه، لكن الناس ممكن يكون دي اوف بالنسبه لهم، ممكن يكون اي حاجه. بقول لهم لو سمحتوا خلينا سبورت الفكره مع كل لاعبتنا، لاعبتنا دول بالاخر هم اللي بيفرحونا كلنا، فلو سمحتوا بقول لهم انتوا السند الاول الاساسي لكل البطولات، فخليكم دايما السند لغايه ما نخلص الموسم عشان نعرف نقيم امورنا باذن الله. شكرا، بشكر حضرتك جدا والف مبروك مره ثانيه. مبروك، الله يبارك فيك، شكرا جدا. ولسه مستمرين اكيد مع لقاءاتنا على شاشه قناه النادي الاهلي، ومعي بقى في هذه اللحظات طبعا كابتن حسام يوسف، احد نجوم المباراه والفوز والتتويج اكيد ببطوله الدوري. فده طبعا الف مبروك الفوز يا كابتن، حقيقه قدمت اداء كبير جدا، كلنا شفناه. بطوله كانت غايبه عن النادي الاهلي لمده موسمين، لكن الحقيقه انتوا وعدتوا الجماهير من بدايه الموسم ان الموسم ده ان شاء الله هيكون استثنائي، والحقيقه قد كان، يعني اوفيتوا بالوعد. الحمد لله رب العالمين، ده فضل ونعمه من عند ربنا. احنا تعبنا السنه دي، شغالين من شهر 7 معسكرين من بدري جدا، وبذلنا مجهود جميل جدا في رمضان والصيام والتعب ومفيش نوم، بس الرجاله عملت اللي عليها. الماتش الاولاني والماتش الثاني الحمد لله الفرقه كلها رجاله، الحمد لله ربنا كفينا بالمكسب، الحمد لله رب العالمين. يعني عايزينك تكلمنا اكتر عن استعداداتكم للفاينلز ومواجهه الزمالك، اكيد مش سهل خالص، الزمالك اكيد خصم قوي، استعديتوا ازاي خصوصا ان اكيد العامل النفسي بيكون مهم جدا؟ اكيد طبعا، احنا زي ما قلت لحضرتك احنا تعبنا من اول السنه، مذاكرين فرقه الزمالك كويس جدا، طبعا محطوطين تحت ضغط، بقالنا سنتين ما بنكسبش الدوري. الحمد لله الاداء باين في الملعب، احنا ليه طول الماتشين، الماتش الاول والماتش الثاني، عشان احنا يعني الناس كلها رجاله والناس كلها عملت اللي عليها الحمد لله. ايه اللي رساله تحب تقولها للجماهير؟ الحقيقه ما فقدوش الثقه فيكم لحظه واحده، وكانوا متاكدين ان الدوري هيعود مره ثانيه للجزيره. الحمد لله رب العالمين، الجماهير هم الجماهير واقفين معايا، هم دول الجماهير الاصل يعني، وطبعا جمهور النادي الاهلي كله في كل مكان اكيد كان نفسهم ان احنا نكسب ونرجع الدرع ثاني في الجزيره. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا والحمد لله ان احنا فرحناهم النهارده الحمد لله. انا اسالهم اخر سؤال بقى، يحبوا يقولوا ايه لبابي طبعا بعد الفوز ببطوله الدوري؟ احب اقول ان هو بذل مجهود كبير جدا، وانا مبسوطه جدا ليه ولكل الفرقه، وربنا يوفقهم بعد كده ان شاء الله. مبروك، اقول له الف مبروك وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. يعني طبعا ده كان لقائي مع طبعا احد نجوم الكره الطايره كابتن حسام يوسف يعني طبعا وعائلته، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. مكملين مع حضراتكم اكيد احتفالاتنا النهارده بفوز الماستر رجال الكره الطايره في النادي الاهلي بلقب الدوري الـ34 في تاريخهم. كابتن رضا اجل حضرتك، يعني يمكن سمعنا مستر مونزو، سمعنا حسام يوسف، سمعنا بعض اللقاءات للجهاز الفني واللاعبين، انطباعك ايه؟ طبعا نبارك للنادي الاهلي طبعا هذا الفوز الكبير اللي هو اتحقق في مده قصيره جدا، ان تلعب مباراه صعبه جدا مع منافس شرس في 3 ايام وتكسب بنتيجه 3-0، ده يعتبر ده يعني حاجه كويسه جدا 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 لفريق النادي الاهلي. ثانيا المستر مونزو اتكلم في حته برضو مهمه حلوه، قال انه في الوقت كان ضيق بالنسبه له وخايف من الاصابات اللي الناس اللي كانت في اكرف غانا وترجع، انه يعني عنده الخوف من الاصابات اكتر من اي حاجه ثانيه، يعني جات عارف يتعامل معاها، هو قال كده طبعا، انما كانت الاصابات خلاص لعيب طلع بره السكواد عندك. الحاجه المبشره الحلوه للنادي الاهلي ان في كام عنصر من الشباب دخلوا في وسط الفرقه، وما تحسش ان هم دول صغيرين صراحه. يعني سنتر بلوك محمد عثمان
حمادة عثمان وعبد الرحمن برضو لسه هنقول الحسيني خدت بالك وفي ناس لسه ما تلعبتش اهلي وزمالك وبطوله زي احمد عزب اللي هو قدم أول مستوى بطولة لسه أول بطولة أول بطولة يلعب لسه جاي طبعا من نادي آخر فالمهم إن 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 النتيجة دي اللي أنت تطلع باللعيبة الصغيرة دي وفي ناس بره صغيرة تخش تلعب وتخش في تندمج في وسط وتكسب المجموعة مع فريق كبير زي نادي الزمالك لا 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 حاجة صراحة أشكرك يا كابتن وخلينا نشوف كمان اللعيبة الكبار خلينا نشوف طبعًا. يعني نجم نادي الأهلي ومنتخب مصر أحمد صلاح يعني الاسطوره اسطوره الكره الطائره في مصر خلينا نشوف قال ايه اتفضلي يا هنا من جديد برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان ولسه مستمرين اكيد لقاءاتنا مع نجوم الفريق الاول لكره الطائره اللي الحقيقه فرح كل الجماهير الاهلاويه ومعايا دلوقتي بقى احد اساطير كره الطائره المصريه طبعا كابتن احمد صلاح بدايه الف مبروك الفوز في المباراه النهارده والبطوله الحقيقه ان انتم من اول الموسم يمكن كنا عملنا معاكم تقرير وكنت قلت ان انتم مركزين بشكل قوي جدا ووعدتوا الجماهير ان البطوله هترجع الجزيره مره ثانيه والحقيقه قد كان يعني شفنا اداء كبير جدا فزتوا في مباراتين 3-0 و3-0 وقدمتوا اداء كبير جدا والحقيقه ان حضرتك احد اسباب الفوز في المباراتين طبعا بشكرك جدا طبعا اولا بقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على مكسب النهارده بطوله الدوري كانت غايبه عن النادي الاهلي بقى سنتين ودي كانت اكتر حاجه كانت مضايقاني ان انا مش متعود ان انا الدوري يطلع بره النادي الاهلي سنتين ممكن كانت بتحصل سنه لكن مش سنتين ورا بعض الحمد لله رب العالمين دي بدايه لرجوع تاني الدوري عندنا رجع الجزيره تاني الحمد لله رب العالمين اقول بشكر طبعا الجماهير دعمهم لينا من اول السيزون بصراحه ما سابوناش اقول لهم الحمد لله دي يعني جزء صغير من اللي انتوا ليكوا يعني هم انتوا ليكوا عندنا حق فده جزء صغير بنرجعه لكم لكن لسه ان شاء الله عندنا افريقيا وعندنا الكاس ماشيين واحده واحده واقول الحمد لله والمزيد ان شاء الله للمكسب باذن الله في الدوري في افريقيا وفي الكاس باذن الله يعني الحقيقه اكيد بيكون ليكوا دور كبير جدا كباتن النادي الاهلي الكبار اكيد لروح الفريق فعايزه اعرف بقى اتكلم اكتر عن كواليس مباراه نادي زمالك استعدتوا لها ازاي واكيد النصائح اللي اديتوها للاعيبه الصغيره اكتر لان اكيد اللعيبه الكبار بيكون لها دور كبير في النادي الاهلي طبعا اكيد احنا بعد الماتش الاولاني طبعا روحنا عملنا ريكفري وقعدنا مع اللعيبه انا وعبد الله بالذات يعني احنا اللعيبه الكبار يعني قعدنا معاهم قلنا لهم يا جماعه احنا لسه ما عملناش حاجه احنا قدمنا ستيب لكن لسه عندنا شوط تاني وده شوط مهم جدا بالنسبه لنا احنا لسه ما عملناش حاجه طبعا اكيد يعني انا زعلان جدا اللي حصل في الماتش بتاع البنات امبارح وانا بقول لهم من هنا يعني بقول لهم ان شاء الله ربنا يكرمكم باذن الله بكره وتفرحونا وتكملوا بيت الفرحه بتاعتنا ان شاء الله قعدنا مع بعض طبعا وقلنا لهم ان يعني قلنا للموضوع يعني احنا لسه ما عملناش حاجه فرقه الزمالك طبعا فرقه كبيره وهيلعبوا طبعا باقصى حاجه عندهم ان هو ده الامل الوحيد ليهم احنا كان عندنا اهم حاجه احنا ننزل مركزين نعمل اللي علينا ونقلل اخطائنا والحمد لله فعلا ده حصل النهارده عشان كده الامور كانت ماشيه كويس واحنا كنا مسيطرين على الماتش من اوله والحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا وكسبنا الحمد لله يعني اكيد رساله مهمه جدا لفتيات الذهب طبعا سيدات الكره اكيد طبعا انا بتمنى لهم التوفيق ان شاء الله بكره وانا بدعمهم وان شاء الله باذن الله يعني على يعني هحاول انا اكون موجود اساندهم وباذن الله باذن الله يفرحونا ويبقى دوري بنات واولاد باذن الله ان شاء الله ان شاء الله طبعا عايزه بقى اخيرا حضرتك عارف جماهير النادي الاهلي بتقفل البطوله وتدخل تركز على طول في البطوله اللي بعدها عايزينك بقى تطمن الجماهير على بطوله افريقيا خصوصا ان هي طبعا هتكون مقامه عندنا في صاله الامير عبد الله الفيصل انا بالنسبه لي والله يعني انا من ساعه الحكم مصفر انا بالنسبه لي خلاص الصفحه اتقفلت الحمد لله انا بالنسبه لي مش فرحان قوي لدرجه ده عشان انا دي حاجه كانت بتاعتي وراحت فرجعتها تاني فده كان بالنسبه لي كان هدف بالنسبه لي ان ارجع الدوري عشان كده الفرحه مش اللي هي الكبيره قوي يعني لكن طبعا فرحتي الاكبر باذن الله ان احنا نكمل السيزون بافريقيا ان شاء الله طبعا دي اكيد في النادي عندنا فدي بطوله مهمه جدا خاصه كمان هي مؤهله لكاس عالم الانديه والكاس باذن الله فرحتي الكبيره ان شاء الله باذن الله في اخر السيزون لما ناخد 4 بطولات ان شاء الله بشكر حضرتك جدا طبعا اسطوره كره الطايره كابتن احمد صلاح والف مبروك مره ثانيه شكرا يعني طبعا ده كان لقائي مع كابتن احمد صلاح احد نجوم الفريق اكيد لسه مستمرين مع لقاءاتنا الحصريه والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو
اهلا بحضراتكم من جديد. والحقيقه النهارده ليله ما اسعدها، ليله 27 رمضان، وكمان تاهل فريق يعني كره القدم لقبل نهائي يعني بطوله افريقيا في يعني في مباراه يعني جميله، وكانت يعني حفله جميله في استاد القاهره، ثم الماسترز كمان يفوزوا النهارده ببطوله الدوري. اكيد يعني كابتن محمد اجل حضرتك قبل ما نختم الليله الجميله دي، يعني عايز من حضرتك كلمه عن هذا اليوم الحلو. احنا طبعا النهارده سعداء جدا بالمباراه، المباراه كانت جميله. بوجه الشكر للكابتن خالد العوضي ان هو كان قد التحدي، وان هو تغيير السيستم بالكامل سواء في الجهاز الفني او اللاعبين الشباب اللي طعم بيهم الفريق. وان كنت ان انا اتمنى ان يكون في وسطينا سياده الوزير العامري فاروق رحمه الله عليه، لان هو كان حزن حزن شديد جدا في السنتين اللي فاتوا بصراحه. فيعني هو لو في وسطينا اكيد كان هيبقى فرحان، واكيد هو دلوقتي في مكان احسن، فبنتمنى له الرحمه ربنا يغفر له ان شاء الله. والحمد لله ان احنا كسبنا، والف مبروك يا كابتن، والف مبروك للجماهير الاهلاويه كلها. بشكرك يا كابتن، الله يكرمك. شكرا كابتن رضا. كلمه اخيره قبل ما نختم هذا اليوم الجميل. كلمه عاوز اقول للناس اللعيبه اللي كان عليها ضغوط السنتين اللي فاتت دول، اللي هم الكبار، اللي هو عبد الله وعبد الله عبد السلام واحمد صلاح، كان عليهم ضغوط جامده جدا جدا من السوشيال ميديا طبعا، والحاجات اللي بتتكتب عليهم اللي هم خلاص وبتاع. فده يعني الصوره بتاعت النهارده اللي احنا بالظبط كده اللي احنا نقدر نكسب ونعمل كده. انا لفت نظري حاجه كويسه يا كابتن هيثم في الصوره الجماعيه اللي هي جت بالاحتفال بالدرع. تشوف محمد السيد اللي هو المدرب العام نايم في الارض اكنه زعيم، نسي نفسه. صراحه لا يعني ما هو انا لو في الملعب دلوقتي يعني لا يعني عايز اقول ايه يعني هو القرب للسن والقرب اللي كده طبعا تحس اللي هو منهم وهو بيلعب وهو اكنه لعيب ومرمي في الارض معاهم. لا 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 حاجه صراحه دايما الماسترز كده حاجه يعني تكسب. والف مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله يعني نورتنا يا كابتن. الحبيب يا كابتن هيثم متشرف لينا والله، وده انت اللي منور القناه كلها والنادي الاهلي. نورتنا يا كابتن. حبيبي يا كابتن. طبعا كان يوم جميل، بشكر ضيوفي. وخليني قبل ما يعني انهي الليله دي لازم انهيها بتهنئه كابتن محمود الخطيب. الحقيقه دايما بننتظرها عقب كل فوز، الحقيقه بيكون فيها رسائل وبيكون فيها يعني تقدير معنوي لمجهودك طول السنه. فبتلاقي كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره لما بيهنيك في الميعاد وبعد الفوز بيبقى ليها اثار كبيره. خليني اقول لحضراتكم تهنئه كابتن محمود الخطيب. الخطيب يهنئ رجال الكره الطائره ببطوله الدوري. وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي التهنئه للاعبي الفريق الاول للكره الطائره وجهازهم الفني والاداري والطبي بمناسبه الفوز ببطوله الدوري للمره ال 34، واشاد رئيس النادي بما قدمه اللاعبون من اداء مميز للغايه خلال مشوار البطوله واستعاده اللقب من جديد. وقال ان حصول الفريق على الدوري يعكس الروح والاصرار اللذين خاض بهما اللاعبون منافسات البطوله، وهو ما اسهم في تحقيق الفوز في جميع المباريات والتتويج باللقب عن جدارة واستحقاق. وقدم رئيس النادي التهنئة لجماهير الأهلي الوفية كلمة السر في كل الانتصارات والبطولات على مدار التاريخ، والتي تقف دائما خلف ناديها وفرقه الرياضية في كافة المناسبات. ألف مليون مبروك. والحقيقة مسك الختام بقى قبل ما نختم هذا الاستوديو، خلينا نروح للأسطورة الكبير كابتن عبد الله عبد السلام، نشوف قال إيه مع هنا ابو القاسم. بشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله جوله جديده وفوز جديد مع النادي الاهلي. من جديد برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ولسه مستمرين في الفرحه ورصد الاجواء من داخل صاله دكتور حسن مصطفى. ومعي بقى في هذه اللحظات المايسترو كابتن عبد الله عبد السلام احد نجوم الفريق الاول للكره الطايره. ده طبعا الف مبروك الفوز في المباراه النهارده والفوز ببطوله الدوري، والدوري بقى رجع مره ثانيه للجزيره. ربنا يخليك يا هنا، الله يبارك فيكي. برحب بكابتن هيثم وضيوف الكرام في الاستوديو، ببارك لهم طبعا، ببارك جميع النادي الاهلي، ببارك مجلس اداره، ببارك للجهاز الفني واللعيبه الرجاله اللي كانوا قد المسؤوليه الحمد لله رب العالمين. عايزين نتكلم على اجواء المباراه النهارده. اكيد المباراه مش سهله، يمكن مباريات الاهلي والزمالك بيكون ليها طابع خاص وبيكون ليها استعدادات مختلفه، فعايز حضرتك تكلمنا اكتر على الاستعدادات ليها وما وراء الكواليس. طبعا احنا مستعدين المباراه ديت من شهر 9 اللي فات طبعا، مش من اسبوع ولا شهر ولا شهرين. زي ما انت عارفه طبعا وجماهيرنا عارفين، الدوري بقاله سنتين غايب عن النادي. الحمد لله رب العالمين، يعني مركزين ان احنا نخش اي بطوله باذن الله السنه دي لازم نكسبها، لازم نفرح جماهيرنا تاني. كان اول بطوله بالنسبه لنا اللي هي غايبه الدوري، مركزين فيها الحمد لله رب العالمين من دور الثمانيه من شهر فات. عينينا على المباراه النهائيه زي ما انت شفت اول امبارح، الحمد لله كان
مباراة على مستوى الفرقة، الحمد لله فرقة جماعية، نفوس صافية، روح قتالية، شفت أداء كويس جدا مميز الحمد لله رب العالمين. النهاردة يعني كنا مستعدين للمباراة، اتكلمنا مع اللعيبة للمباراة دي ناخدها مباراة كاس، هي فرصة واحدة لازم نكسبها، عكس طبعا فريق الزمالك فريق محترم طبعا وفريق كبير، بقول لهم هارد لك، هم طبعا بيلعبوا على فرصتين لازم يكسب النهارده، فهو الضغط النفسي عالي عليه. احنا كنا مركزين وقلنا اللعيبه لازم نهدى زي ما حصل السيناريو في الشوط الثاني، كنا مهيئين نفسنا كويس جدا ليه، لو حصل فرق لينا والفريق الزمالك رجع تاني للمباراه لازم يكون في هدوء اعصاب. حصلت الحمد لله رب العالمين، قدرنا نترك الموقف الحمد لله، وخدنا الشوط الثاني وكملنا الشوط الثالث بشكل كويس الحمد لله، وبارك للفريق الحمد لله على المباراه. يعني اكيد مجهود كبير جدا مبذول، حقيقة انا كنت عملت لقاء مع حضرتك في اول مباراه في الدوري وقلت لي ان الموسم ده هيكون مختلف، تجربه جديده، والحقيقه قد كان وقدرتوا فعلا تحصلوا على بطوله الدوري، فعايز حضرتك تكلمني على هذا الموسم مختلف، تجربه جديده. اكيد طبعا تجربه جديده، جهاز فني متغير كامل جدا، في لعيبه جديده يعني مش جديده على الفريق، جديده اللي هي تنزل الملعب وتشارك بالشكل اللي انتوا شفتوه دوت. الحمد لله كنا مستعدين، خدنا الموضوع واحده واحده، قدرنا نتاقلم اللعيبه على الجو اللي موجود دوت، وزي ما انت شفت يعني الحمد لله رب العالمين انسجام واضح من اول ماتش في الدوري لحد وقتنا هذا، فبشكرهم جدا وبشكر الجهاز الفني، ان شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي، عندنا بطوله افريقيه مهمه جدا، نحتفل اليومين دول بالدوري، لازم افريقيا ان شاء الله رب العالمين منظمينها، لازم نحصدها باذن الله رب العالمين، ونرجع للكاس ان شاء الله رب العالمين يوم 28 ان شاء الله، نبارك لي لجماهيرنا لمجلس ادارتنا واللعيبه المحترمين دوت والجهاز الفني، ونرجع الكاس برده كان غايب بقاله 3 سنين ان شاء الله رب العالمين، ايد واحده كلنا موجودين باذن الله وربنا يكرم، ونرجع كل لقب غايب عن النادي الاهلي اكيد ان شاء الله. في النهايه بقى عايز حضرتك توجه رسالتين، رساله لجماهير النادي الاهلي اللي بتدعمكم الحقيقه طوال الوقت، يمكن ده بنشوفه كمان من خلال السوشيال ميديا، ورساله لسيدات كره الطايره اللي عندهم مباراه مهمه جدا وحاسمه غدا بالتاكيد. يعني اول حاجه بقول لجماهيرنا مبروك، دي حاجه يعني قليله ممكن نعوضكم بيها، زي ما متعودين من فريق طايره في النادي الاهلي اللي احنا اي بطوله بنخشها او الموسم بنخشه بنحقق فيه جول البطولات، بقول لهم ان شاء الله رب العالمين ده يعني عيدية بسيطة لكم عشان العيد ان شاء الله رب العالمين، بقول لكم صوم طيبين، ربنا يكرم ان شاء الله افريقيا نخشها ونرجع الكاس ونحقق المراد كله بالبطولة اللي داخلين فيها الموسم ان شاء الله. طبعا بقول فريق السيدات هارد لك على مباراة امبارح، انتوا احسن، ثقتنا فيكم كبيرة ان شاء الله رب العالمين، ان شاء الله بكرة تحسموه، انتوا فتيات الذهب، انتوا فريق وجهازكم الفني محترمين ان شاء الله، ربنا يكرمكم وان شاء الله نبارك لكم بكرة على الدوري باذن الله. بشكر حضرتك جدا والف مبروك مرة تانية، ومستنيين بقى بطولة افريقيا كمان ان شاء الله. ميرسي جدا.